شهد دكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية ندوة ممارسة الرياضة وأهميتها في حياتنا اليومية، والتي نظمها معهد علي بن أبي طالب النموذجي للبنين التابع لإدارة سوهاج الأزهرية. تناولت الندوة فقرات متنوعة وكلمات للحضور حول أهمية الرياضة وممارستها في حياتنا اليومية، وذلك بحضور الدكتور محمود أبو خبر رئيس مجلس إدارة منطقة سوهاج للكاراتيه وأعضاء المنطقة وقيادات إدارة سوهاج الأزهرية. التفاصيل والزميل خالد المشنب. أكد الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية على أهمية الأنشطة الرياضية والبدنية إلى جانب الدراسة ليتعلم الطلاب القيم الرئيسية للرياضة ومن بينها روح العمل كفريق، احترام القواعد والآخرين، التعاون، الانضباط والتسامح. جاء ذلك خلال حضوره ندوة ممارسة الرياضة وأهميتها في حياتنا اليومية التي نظمها معهد علي بن أبي طالب النموذجي للبنين بسوهاج. تفضل شرفنا بالندوة الأولى في معهد علي بن أبي طالب النموذجي، ودي خطوة إيجابية قوية جدا جدا من الأزهر إنها تبدأ تحاول تعمل وعي رياضي بصفة عامة، وتستضيف منطقة سوهاج للكاراتيه عشان توضح الألعاب الفردية لدى المهارات الرياضية لكل لاعب. فاحنا النهارده لما اتكلمنا عن الرياضه بصفه عامه، واتكلمنا عن الكاراتيه بصفه خاصه. كصفتي رئيس لجنه شؤون اللاعبين، النهارده اتكلمت عن نشاه لعبه الكاراتيه وكيف بدات وايه معنى كلمه الكاراتيه، والكاراتيه اصلا كانت اصلا معموله ليه؟ يعني اصلا كان ليها قصه، يعني انها دفاع عن النفس، وانها حللت يعني حررت بلاد من الاستعمار، ولما منعوا الاسلحه ازاي بيستخدموا الاعضاء الجسديه كدفاع، وبعد كده تعممت في الجيوش. فالموضوع اصلا مش لعبه عاديه. وطبعا زي ما حسن الاسلام على الرياضه، علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل، برضو من ضمن الحاجات الحديثه في الرياضه الكاراتيه والتايكوندو والجودو. فالاسلام صالح لكل مكان وزمان، ولكن احنا حينما نتكلم في لقاء زي ده انا كنت مبسوط جدا جدا، لقيت عدد كبير من الاولاد بيسمعوا، وبل بالعكس بعد ما خلصنا اللقاء وقبل ما خلص بيقولوا ازاي نشترك. فده دور منطقة سوهاج انها تعمم لعبة الكاراتيه في القرى والنجوع والمراكز بصفة قوية، ونخلي لعبة الكاراتيه فعلا في كل بيت. تناولت الندوة فقرات متنوعة وكلمات للحضور حول أهمية الرياضة بمشاركة الدكتور محمود أبو خبر رئيس مجلس إدارة منطقة سوهاج للكاراتيه وأعضاء المنطقة وقيادة سوهاج الأزهرية. على هامش فعاليات الندوة شهد رئيس المنطقة عرضا لبعض أنشطة الكاراتيه من طلاب المعهد، وتكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين وتسليمهم شهادات تقدير تشجيعا لهم ولحثهم على مواصلة الاجتهاد والتفوق. ما في شك انه الأنشطة بتاعت المكتبة بتسري الطلاب وبتخلي حياتهم مختلفة، بتنظم أفكارهم، بتخير من مجرى الفكر بتاعهم. من ضمن هذه الأنشطة النشاط بتاع النهاردة وهو الندوة. الندوة النهاردة كانت بتتكلم عن الرياضة بصفة عامة وعن الكاراتيه بصفة خاصة. الكاراتيه زي ما قالوا الكباتن من شوية إنه الكاراتيه مش مجرد لعبة عادية، لعبة قتالية بيحاول فيها اللاعب إنه يكون مسيطر على نفسه، بتعلمه ضبط النفس. ممارسة الرياضة وأهميتها في حياتنا اليومية كانت عنوان الندوة التي نظمها معهد علي بن أبي طالب النموذجي بسوهاج. خادم مشنب لقناة طيبة.